لا إله إلا الله والشهيد حبيب أكبر. اطلع اطلع لا إله إلا الله يا تهزم اللي عمور جبنا لك وارد جوره بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما حصل بالأمس هو امتداد لمعركة طوفان الأقصى التي أعلنتها المقاومة في غزة، وكان هناك اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومين وبين قوات الاحتلال المقتحمة لهذا المخيم، وإننا نعد الاحتلال أننا سوف نبقى على العهد ماضون ولن نتراجع ولن نلين، وإننا سوف نبقى مع أهلنا في غزة مهما حدث. لقد قام المقاومون كتيبة جنين والمقاومون في هذا المخيم باستهداف هذا العدو بعدة كمائن تمت تكللت بالنجاح بإذن الله تعالى، وتم استهداف عدة آليات لهذا المحتل بعبوات ناسفة صناعة جديدة.